جريو 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 اخوتي العزاز، اجريو تسمعوا اخر الاخبار، جريو تسمعوا الكواليس المكولسه والمتختخه والخانزه ديال العائله المشوهه. طيح اكثر من نايدو اللي نايد سخفان وليه هزوه هزوه واللي باقي سخفان سخفان. المهم في هذا الفيديو ديروا حزام السلامه وما تنساوش اخوتي وجدوا كلينيكس، غتبكيو غتبكيو في هذا الفيديو. كنقول لكم في هذا الفيديو غتسمعوا شي كواليس اللي غادي تبكيكم كل التضامن اخوتي، غنبكيو معاهم انا اللي موجد كلينيكس. ما باقاش تقول لي هز الميكرو من اليوم، حتى وحده ما تقدر تقول لي هز الميكرو الله يرحم لكم الوالدين. صافي تتبرد القضيه واحد شويه، الميكرو كنخدموا عام ملي كيبرد الطرح اخوتي وما كنبونسيبوش نخدموا، كنحركوا الميكرو انا واختي شيماء. دابا القضيه شاخده، خليوا الميكرو كونجي، غندوز نسمعكم اخوتي العزاز. السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي لايكات ثم لايكات ثم لايكات، وضروا لي التعاليق والبارطاج الى جل خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي العزاز، والله يخليكم ليا تاج فوق الراس يا احلى متابعين. يا المهمات ديالي يا خوتي وخواتاتي، وتحيه كبيره لسوسو التونسيه، يلا تحيه للناس تونس والناس الجزائر وجميع المتابعين اللي متبعني. وغادي ندوز لكم اخوتي تسمعوا، هاد الناس ما خلاونا نسافروا بخاطرنا، ما خلاونا نشوفوا عائله بخاطرنا، ما خلاونا نعيدوا بخاطرنا، الله ياخذ فيهم الحق. جينا نطلعوا على شي ناس اخوتي عائله نشوفهم، تكتم شوفوا ضروري ما نصور فيديو، قضيه مقرب لا خلينا نمشي نصور واحد الفيديو. ما يمكنش تبقى غابر على المتابعين ديالي. سمعوا غادي نوريكم فيها ياك تبدا حيت راسك مطوره. قال لك اللي حفر ما يحفر شي بزاف، المهمتي اللي حفر اللي ما يحفر شي بزاف. الله ينجينا نتامروا على شي واحد، انا ريت شحال وحنا كنعرفوك ما كنتامروا على حد. سمعتي راجلك ومعمرني تسوقت لك ولا قلت لك سيري حالك. والله القسم الحباب ديالي انا هادشي كيضرنا في الخاطر. مالك الروباله؟ والله الا كيضرنا في الخاطر. اش واقع؟ نقول لك سكتي. لا مسكينه انا اللي مسكينه. مشيكينه انا اللي مسكينه تحاموا عليا. مشيكينه تحاموا عليك مشيكينه، وانتي عذري ويشه ولا تهيشي ولا تونيشي. مابقاوش دراوس ولا يعمرها دار وحنا حقاره ولا تشحيبر ما يسوى ما يصلحوكم لي. مشيكي ماشي هما اللي مساكن، انا اللي غدا بالنية. الله يا ربي الله سمعتوني، انا اللي غدا بالنية. اييه ولكن اللي قبل على راسو هاد الشوها واللي قبلوا على راسهم يكونوا شفاف ديال اليوتيوب واللي قبلوا على راسهم اللي... الله اكبر، ياك كنتي تقولي عائله محترمه جدا وحقرتوا عليهم واش بغيتوا عدد العائله وانتم مجرمين يا ولاد شحيبر وديروا بهم الشكايات والصواني. مابقاش هاد الشيء ولاو دراو ولاو ولاد الحرام ما يسواوش. كملي ولا غنهزو ها وحدايا على قبل لي مين تنهزو الروبانه وما مت... تقولي الحقيقه. يسبهم ويقذفهم ويعايرهم، ما غاديش يديروا هاد الخبز هذا ويتامروا عليا. عادي كيديروا اي حاجه يديروها اي حاجه. وخليت لك الله ناري، خليت لكم الله وتنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا تابعكم بدجاجه بحله. لا 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 خليك معاه من الروبانه، خليك معاه من عهد وفى. انت عطيتي موعد انك غتبقاي معاه حتى لاخر لحظه، ما تجيش عندنا انت غير مرحب بك في المجموعه ديالنا. خليك مع المجموعه ديالكم، ولاد شحيبر كيبقى ولاد شحيبر، انت لا تنتمي لينا. المشاهدين قال لك لا ما تجيش عندنا، حر الله بيننا وبينك. ما انت من سهمنا ما احنا من سهمك الروبانه، خليك مع الاسره المشوهه. تابعكم بدجاجه بحله. الله اكبر فهمتوني؟ اييه وداك الشيء اللي كنتو عوالين ديروه ليا تقلب عليكم. المهمتي وانا مازال درتو شي حاجه زوينه نقول راه داروا زوينه، والله ما متعدى عليكم. انا اي درتو شي حاجه خايبه نقول لكم درتو شي حاجه خايبه، وداك العنوان اللي ما كانش عليا انا كنعتذر. المتابعين ديالي قالوا لي راه الشيفوره كانت كتقول في الصينيال، انا ما متعدى على حد. وإلا كان داك العنوان هادي إلا ما كانش عليا أنا. أيه. أنا كنعتذر كنعتذر، ولكن وأنا تحررت أنا تحررت. المهمتي أنا اللي تفوسخت. فوسخك الميكرو ها؟ فوسخك حمو، فوسخاتك الناموسة، مازال ما تفوسخ. والله ما تيق فيك أنا، شوف ما تيقش فيك أودي الروبان، ما فيكش تيق أنت. حد ما تحررت. سمعتي؟ أييه. أنا والمتابعين ديالي شاهدين المكان
غدا وخليتهم غير الدوار. الله يا ربي الله. ايه تقامروا عليا كاملين. عطيني زهرة. المغربية تقامرات عليا كاملين. عطيني زهرة. واحد سكون الله وانا ما نواكل فيهم. انا كنمشي غير بالنية. صافي الروبالة والله الروبالة ما بقينا زاد ميكرو. الله ينعل بوك الميكرو. الله ينعل بوك الميكرو بكيتي الروبالة. بكيت ما قلناش لك بكيها. حنا قلتها شويه شويه قربيله ماشي ديك القربيله عاوتاني تخرجي تبكي. حنا بغيناها تبقى تخرج بالحلوق. شو ما عليك بكيتي يا عمره بكات تخرجي تبكي في المنصه. شو ما عليك ايوض الحراميه الميكرو يا الشلابي ما بقيتش تبكيها. صافي الروبالة صافي درت لي ديدي مع عمره الروبالة ما بقاش بدور الميكرو. صافي صافي سمحي لينا لغة مومو اوغا لوبالة لوبالة اوغا. صافي صافي الروبالة بكيت كلينكس معرفتش فين مشات كلينكس هرب. صافي كملي كملي كتجي بيها في راسك منصة اللي كنت تهرب راسك بالخمسة السوايع. الله الله وما بقيتش نقول لكم المؤامرة نهائيا بغيت نجي بي ونسكت لأنك أنا نستاهل. أنا نستاهل. ها انا نستاهل. خليتها بكلكي وسكت. خلي داك الشيء ودوك الكواليس يبقاو. ها ملي كنا كنقول لك خرجي وقولي كلمة حق يا النمرودة يا المزاير مجا. كنا نقول لك قولي كلمة حق وانتي تخرجي في حلق حتى غتسمعوا البكا نقول البكا ولا ما لا صافي صافي حشومة نقول البكا ولا نقولها لخاتي الفيديو جاي عاد نقول البكاء. صافي بكات قلنا البكاء صورة اخرى خرجت كاتبه بركة اخوتي الله يجعل البركة من البكاء. عندي واحد عمتي خاصني نزل عليها ديال اللي عنده شوف اللي عنده شي عكوشة ولا شي لوسة ولا شي حاجة قول لي اسمي في التعليق نزل عليها الميكرو. تنزل عليها الميكرو اللي عنده شي عكوشة ولا شي لوسة شي لفعة. الكواليس كانت عليا انا. شيكينا الكواليس كانت عليا انا. عمر كيفو وما يطيح ولكن عمرو عمرو ما يخيبوا الله. انا دائما غادا بالنية. الله انا ماشي خبيطة نهائيا وتنقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوا الشي ها ما بكاوكا وديها الروبالة كنتي طالعي وتاكلي في الذنوب عباد الله وما كنتيش باغا توبي وكنا توبي يا وحيدة توبي قلنا والله انا من توب وانا مع الاسره المشوهه الى الابد. دفن على الناس تدفعنا وتفارقنا بالناس هي احسن. عمر ما كان خبط في العائله هذه ولكن كنوعدكم غنتبعكم بالدجاج حنا. انتوما اللي اخترتوني انا اما انا لا 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 انا عم قلت لك اللي عرفتو صافي عرفتكم واش كتسولوا. وصلني كل شيء. يا اخوتي وعنقول لي القاطع فين غديروا وجهكم. واه يا القاطع دابا عرفت واش نغوتي واش نهز الميكرو ولا باقي الحال خليته الغدا عاد نهز الميكرو. روبالة الروبالة كيقول لك ربي كيخلف على الدوم وما كيخلفش على اللي حشام. اسيري سبتي النفنافه هذيك شهبون النفنافه ما ميخلف لي. اسيري شهبون النفنافه دخل سوق راسك ولا الله تنزلك ميكرو. شهبون فاتحه شهبون صراخ والبكاء صراخ. يلا ما بغاش سكتي باك تصبري فيها. فاتحه شهبون شراخ بكاء شراخ 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 معاك الضرب الراق. يلا اللي غيطلع يتسند الروبالة غنهز عليه الميكرو بسميتو. يعودك
وغادي يكون معاك ما تبكيش وانت هي اقوى من ذلك، غير وكانت الشمس راكي عارفاها كتبقى في الانسان. وسيري وسيري دخلي سوق راسك الشافه، سيري تكمشي الشمته، ما كاينش ليش متى قدكم نتوما يا الشارفه الهارفه، هاتي وتعرفي في الشمته ميك تقعد تقول الناموسه الجاموسه الوتش حيبر ها تتنا هاي الشلاه بيا تشابو راه واحد الشلاه بيا ما قال ربي قالك السمق والتاويل تدير على المسنون ديالك راه كاين دابا نحطو لك. دابا المهم انت عرفتي وفهمتي مزيان ووصلك الوقت المناسب. امين عند المعلومات التقليه ديالي والدليل وتسيبي عاودكم كتشوفوا على عينيكم بالخرجات اللي خرجت بها كلها قنابل مفشوشه خطط من الخطط قنابل وهي الحمد لله والشكر لله خوتي ربي طول لي العمر المصداقيه. كنا ما كيكذبوا راه ما كيكذبوا، دابا خرجوا كيعترفوا قالوا قنابل مفشوشه فقاعات شغلتها السريعه فقاعات مفشوشه كل مملوء بالهواء وبالسلوكيه هو هو ثم هو هو ثم هو هو كملي سريعه خطط من خطط باش ترضي العائله الكلباويه العائله الكلباويه زوين عندك العائله. لا والله من هز الميكرو لا لا خوتي من هز الميكرو اليوم الروباله كتبكي خليهم نضيوهم اليوم حتى الغدا عندنا نهزوا على الميكرو تضحك بركه بقات فما قلتش نهز على الميكرو نكذب عليكم دابا العائله الكلباويه واحد الانسان ما دارت غير خير والله انني كنتقدو ما يمكنش انا نقلص الكابا لحسي ولحسي لحسي يا اللحاسه ما فات لحسي الكابا بقيت لحسي الكابا انتي خلقتي لحاسة الكابا خاصك لحاس الكابا صيق لي شي اللي ما كيكونش غادي بالمصداقيه. شوفي حنا سعاد كنورتك مزيان تلعب في ريتا وكدير فلوغات مع بنيته وهانيو وشوف القنوات كم منها النور شوفي النور شوفي النور ديال القنوات المصداقيه وانتم على البكاو الله يستر على البكاو الشكا الطاقه السلبيه والقاطع اللي متبعنهم ما يتوش من البكاو الشكا سريعة تبكي العاقة تبكي شنيتي كتبكي القنوات اللي معاهم يبكيو والله الا باز ليكم وحق الله العظيم حنا القنوات عندنا كلشي الضحكة مولات الماسك انا راه كتسالي معايا ها العيساوية ها خديجة حنان ها انا المهم جميع الاحلام خديجة الضحك والنشاط طالقين عليكم وكنتم الله يستر على البكاو الشكا انا خرجت كتكون غير موفقة كنضرب الدين والعادات والتقاليد نبقى ساكتة لا خرجت كتقول واش انت معانا ولا مع انا لما تسكتيش على الحق وياك تسكتيني من الروباله ودوزي الا دوزتيها ليهم راكي كلبه من الاخر دوزتي ليهم هادي لا اللي غلط نتعاقدوه اللي طاح في المقلق اتقلى كما كنقولوا هذا هو قنوات المصداقيه والانتقاد نتوما ولفتم داك الحس الكاب عاد تابع انا تلحسوا في الكاب عاك تحتي في الكاب يا روباله تدوك الشيء اللي كتكون كدير راسها بلاصه الكلاب كتبقى كلبه وقال لك اللي تسحر مع الدراري يصبح فاطر واللي دراسه في النخالة كيدير ليه الدجاج قو 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 كينقبو الدجاج هادشي اللي وقع لك بغاوني نديرو اللي بغاو نسكت مسكتيش باغي نطفيوك تي شمعة باغي نطفيوك تي عافية يطفيوني إلا كنتي باني راسك براسك وغادة بالمصداقية وعلى كلمة حق والله ما يطفيك واحد ما حد المتابع ما كتكذبيش عليه المتابع راه ذكي راه متبع الناس القاطع راكم غير انتوما عندكم ناس متابعين واخا كنقول لهم القاطع لأن متابعين الباطل وكيصفقوا الباطل الناس راه أذكياء أنا بعض المرات واخا تكون طايحة عندي المشاهدة في شي موضوع مثلا شي فيديو ممكن تكون مصداقية وكيتكلم وكتخرج ديك الحقيقة غيبقاو ديما يتيقو فيا ما كاينش اللي غيطفيك غيطفي راسك براسك إذا كذبتي إلا طبلتي الباطل الله أنا مبالا مؤخرا الله أكبر أش درتي؟ أش درتي؟ كتقولوا لي عاد تقول كل ما علاش زيرو عاطفة زيرو عاطفة الروبالة طلعي امل طلعي امل واه سيري دخلي السوق راسك تتي املي امل لك الراس خلي الروبالة تبكي وتنوح خلينا نتشفى واحد شويه خزي ما تبقاش تطلع معاك هاد السلوكيات هادو هاد السلوكيات ما تبقاش تطلع معاك الروبالة طلعتي ليا خلاص زيرو عاطفه كنتعلم انا فهاد السن وكنتعلم انا فهاد السن وكنتعلم اوغا اوغا الروبالة اوغا
شرفات مسكينه وكتعلم مسكينه، لا كتعلم، كتعلم الشريعه ديال الاستاذه. راه قالها بوكريشه، قالك الاستاذه ديالي على السريعه كتعلمكم، كتعلمكم وكتجرجركم لانها كتعرف. وكنقسم لكم فمي بالله العلي العظيم الا ديك السيده اخبت منها ما كاين السريعه، وانا باقي كنقولها لكم باقي لحد الان. انتوا والله بديتوا كتفيقوا وتعيقوا، حنا دابا شحال عامين وثلاث سنين وحنا كنهضروا في هذا الموضوع. كنقول لكم هاد السيده راه خبيثه، اما دابا الناس حتى واحد ما بقات معاه، حتى شي واحد. تعرفوا راسكم هادي راه مجرمه. قالت لك ضلعيها ما غتقول والو. انا فهاد السن وكنتعلم كنشرو بالو. سمعي نقول لك، سمعي انا واش ما خافت؟ ايه شوفي انا ما عندي مناش نخاف. وهاد المنافقات هما اللي كيطلعوا الربلة الربلة الربلة، ما تخافيش منها، وسيروا تكمشوا، وسيروا تخلصوا راسكم، انا مازال غتقربل. وهاد المنافقين ديالها باقا زايدين في ما الصبر يا الربلة، لا لا عافاك دوزي ليهم. الا دوزتي لهم هاد الشيء غتبقاي مدلول وغتبقاي تحت الصباط حياتك كامله. الا ما هضرتيش هكا ودافعتي وبقيتي بشراسه، راه اقسم بالله العلي العظيم الا بغى غتفقدي راسك وغتفقدي المتابعين. فقدتي واش وحده كدير لايف 8 السوايع باش كدافع على الباطل؟ كنتي غير كدافع على الحق، وراه اقسم بالله وباقا تدافع عليك اسره. هي هاد الباشا حمولة، شوف مسافر وجيبو معايا قسما بالله. انا مسافر عند شي عائلة وجاي معايا الميكرو باش غنقابلك عليك. الله يقرب لها، الله يقرب لها، الله يقرب لها. نبقى تابعك جد، انت غتبقاي تابعة من دجاجة كحلة، انا غنبقى تابعك حمو احمر، حمو الواكل لحمو شارب دمو، باش بنادم يتعلم يدخل سوق راسو وينتقد بمصداقية. يا وهادي البداية يا الروبالة ومازال مات. غنتكلم كذلك على سعاد جوهره مغربيه باش نختم هذا الفيديو. اخوتي عجبني الفيديو ديال سعاد، شوف تبارك الله من رجعت مع فاطمه الزهراء كنورات وكيفاش كتضحك، وعجبني طريقه فاطمه الزهراء كيفاش كتكلم مع الام ديالها في الفيديو وكيفاش كتهضر مع سعاد. صراحه البنت رجعت للطبيعه ديالها بعد واحد شويه الحمد لله. يا ربي يا ربي تقبح عليك، ويا ربي تنصر سعاد وتقوي على القوم الظالمين. يا ربي يا ربي تبعد عليها ولاد الحرام والخبثاء بحال هاد المجرمين هاد السريعه والبعثة. شو البنت كيفاش تغيرات من رجعات مع سعاد تبارك الله، كتضحك وكتضحك مع الام ديالها، وانت الزين وانت زوينه واللون الصميم. المهم شي واحد الهضره واحد الفيديو تفرج فيه والله العظيم لا طاقه ايجابيه. الفيديو ديال سعاد غدا مزيان من اللي بعده من هذه الخبيثه ديال السريعه. شو دابا هاد العاقه اللي باقا مسخوطه الله يستر، باقا العقوق منوضه مع الراجل المشاكل وكتقول لك بغات الشر. كاكو كاكو مرات ماسك كتصرعها كيعطيك زهير كيقول كاكو كوكو. ايوا سيدي كوكو، من هاد خلاك ديك كوكو تي الله ورد الله وسيدي. اسمع 7 مليون وما يدوق 7 مليون ما بقاتش بغري لا مطويه ولا دابا مش سميتو كاين البغري وكاين الاخر سميتو كريب ولا كريب، ما بقاتش بغري لا مطويه. كم بغري كملت قرايتها، عدت فلوس اخوتي الماده الماده الماده. بقيت خصني نجيب لكم الله يشوف الله يقرب لي من عندي هادشي غادي نقول لكم. الميكرو حتى الغدا مبغيتش نشعلو اليوم حتى شعلتو. خوتي العائله اللي عندهم تما تقربوا عليهم اخوتي. تحياتي لكم المهمات ديالي، ما تنساوش اللايكات ديالكم ودبلوا التعاليق والبارطاج. الله يقرب لي عليهم والله يحفظ المهمات ديالي.